طيب المترو كمان اكيد بيقوم ببعض الاجراءات، وخلونا نطمن عليها ايضا من خلال الاستاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم شركه مترو الانفاق. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك فتا بايس وكفان. طيب اهلا بحضرتك وحضرتك بألف خير. يا ريت تطمنا بقى استاذ احمد على اخر الاجراءات الوقائيه للحمايه من فيروس كورونا فيما يخص هيئه المترو. طبعا زحمه كبيره قوي يعني الحقيقه. ما زلنا مستمرين في عمليات التطهير والتطعيم يوميا والتعقيم يوميا في جميع محطات مترو الانفاق في الخطوط الثلاثه من مرج الحلوان من شبرا الخيمه حتى محطه المنيب، من محطه العتبه حتى محطه نادي الشمس للخط الثالث. ما زلنا مستمرين وبندفع بقطارات اضافيه لمواجهه الزحام والتكدس داخل المحطات المزدحمه. حضرتك احنا بنعقم وبنطهر القطارات يوميا اثناء التشغيل وبعد انتهاء التشغيل في ورش المترو، يعني كان يعني كل يوم بعد انتهاء التشغيل كل القطارات الخط الاول بتدخل ورش الترى البلد فبتتعقم هناك وبتطهر كلها، كل قطارات الخط الثاني بتدخل ورش الشبرا الخيمه بتتعقم كلها وتطهر زي ما حضرتك موضح على الشاشه. الخط الثالث بتدخل ورشه العباسيه بتتعقم كلها وتطهر كلها، ده بعد انتهاء التشغيل. اما اثناء التشغيل بيتم تطهير جميع المحطات على شبابيك التذاكر، منافذ صرف التذاكر، السور بتاع السور السلم الثابت، السلالم المتحركه، المصاعد الكهربائيه، اي حاجه فيها لا تمرسيه من الركاب بيتم تطهيرها على مدار اليوم 24 ساعه. طب هل يا استاذ احمد في اجراءات بتتخذ مع ركاب المترو ولا ده صعب؟ لا صعب طبعا. صعب. انت طبعا صعب طبعا، هو ركاب المترو احنا بقى عايزين التزامهم ان هم يبقوا نازلين بالقمامه يبقوا نازلين بالجوانتي، يعني ايه ده اهم حاجه انتباه الركاب. يعني احنا بنطالب وبنناشد ان يبقى في جميع الركاب اللي بيستخدموا المترو الانفاقي انا لابس القمامه وفي نفس الوقت لابس الجوانتي عشان خاطر ايه حفاظا على حياته وحفاظا على عدم انتشار الفيروس. طبعا حضرتك احنا نسقنا مع شرطه النقل والمواصلات وشرطه مترو الانفاق ان ما يبقاش في اي زحام او في اي تجمعات على ارصفه المحطات او اي انتظار. يعني كان في بعض الناس بينتظروا القطر يجي، لو قطر مثلا زحمه ينتظر القطر اللي بعديه. لا احنا ما عايزين اي حد يجي على الرصيف يركب المترو على طول، ما يبقاش في اي انتظار خالص. طب هل يا استاذ احمد في تغيير في زمن التقاطر؟ احنا بنقول دلوقتي الناس بتستنى لان هي مستنيه العربيه او المترو اللي جايه، هل زمن التقاطر حصل فيه تغييرات؟ لا احنا عندنا جدول ملتزمين بيه، بنشتغل من الساعه 5 وربع صباحا حتى الساعه 12 مساء. حضرتك ودفعنا على فكره بعد قرار الحكومه بغلق المقاهي وغلق المحلات والمطاعم، احنا الساعه 7 بالمساء ومن بدايه الساعه 6 حتى الساعه 9 مساء بندفع بقطارات اضافيه اخرى لامتصاص الزحام في هذه الذروه بعد غلق المحلات والمطاعم في وسط البلد. طيب ما بين المترو واللي بعده الوقت قد ايه حاليا؟ احنا عندنا القطر الخط الثاني اللي هو شبرا الخيمه المنيب 245، القطر الخط الاول اللي هو المرج حلوان من 3 دقائق ل 4 دقائق، الخط الثالث اللي هو من محطه العتبه حتى محطه نادي الشمس 5 دقائق. كل التوفيق يا استاذ احمد وبشكرك جدا، شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الهادي. اللي هو 16048، يعني لو اي حد عنده شكوى واي استفسار او اي سؤال او اي حاجه على الخط الساخن اللي هو 16048 16048 ورقم الواتساب 012-211-16048. تمام. خطين اهم خطين وموجودين مع كل ركاب المترو، هيقدروا يتواصلوا معانا باذن الله. لو حد عنده اي مشكله بقى يتواصل على هذه الارقام. وبشكر جزيلا الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، كنت معنا هاتفيا، بشكرك ألف شكر.